كيف أنت تجد إنسانا ولدا 7 سنوات لا يعرف كلمة باللغة العربية ويحفظ كتابا؟ أنا مثلا لو قلت لكم جملة باللغة الألمانية باب شاخت الغباطة ماشين منش كل لا. أنا ضحكت كثير لما كنت في مكة شتراسنبان. أنا قلت للناس كل شتراسنبان هذا شتراسنبان. Wir steigen heute in die Straßenbahn ein und dann fahren wir nach Bonn und dann gucken wir, was es dort gibt. أخي تصور أنت الآن تحفظ كتابا كاملا باللغة الألمانية. أنت لا تفهم إلا شخمخ فاهم؟ أخي مستحيل. وهنا الأطفال مثلا يأتي الطفل من سين لا يعرف باللغة العربية إلا السلام عليكم. وهو يحفظ الكتاب من البداية والنهاية بمخارج الحروف صحيحة. هذه معجزة حية. ولذلك نحن ننظر إذا أردنا نعرف ما الغاية في حياتنا هذا الموضوع في الواقع الطويل ننظر ماذا يقول الله تعالى. يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما الفائدة من هذه العبادة؟ أولا هي تناسب فطرتنا. لذلك السعادة في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوحينه حياة طيبة. الثانية الفائدة في الآخرة أن من يعبد الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.